عسلامة ومرحبا بكم في درو ماي ساينس. حكيت انه جي نهار وتموت حكاية مش مفهومة برشا وتخوف، وهذا اللي خلاها حكاية متداولة برشا في الأديان والأساطير اللي يعدوا فيها العباد بلي فما اونوتر فيت تستنى فيها. الحقيقة مانيش باش نحكيو على الغينكارناسيون ولا فما اونوتر فيت تستنى فيكم بعد الموت ولا، خاطر مش هذا الموضوع، مي بلوتو ليمورتاليتي، انك تعيش للأبد حاجة بوسيبل. باش نفهموا ليمورتاليتي لازمنا نفهموا لا مورتاليتي الساعة، علاش احنا نموتوا اصلا. من غير ما ندخلوا برشا في الديتاي سيانتيفيك، احنا نموتوا خاطر الخلايا نتاع بدنا توصل لعمر معين وتبدا تتعب وتبيل، اللي خلاها تضعف بشويه بشويه لين تموت. كما تعرفوا البيوت المهم نتاع الجسبيس الكل انه تجيب صغار باش ما تنقرضش. اون هيبوتيز تقول انه كي نوصلوا لعمر معين نقولوا 30 ما عادش يصير عليك لا سيليكسيون ناتوريل، ولي سيلول نتاع بدنك ما عادش يقواو ويتطور، على خاطر تو سامبلومون ما عادش مهم. ديجا في العمر هيك جبت صغار، سيليكسيون ناتوريل ما عادش يهمها فيك، ميسيون اكومبلي، برا موت، تشاو. في نفس الكونتكست فما اكسبيريونس زادا صارت على دودة نحاولها للسيلول المسؤولين على جهاز التناسلي متاعها، يخي ولات تعيش اكثر بنسبة 60%، وهذا اللي خلينا نزيدو نتأكدو انو البيوت متاع الزيسبيس الكل انو تجيب صغار، واللي الخلايا اللي في بدنا الكل هتاكل الضرب وتتعذب وتضحي بروحها في سبيل الجهاز التناسلي. الحقيقة لقينا حيوانات متموتش كيما ليتغ، ونوع من الحريقة اللي كي توصل لعمر معين تنجم ترجع صغير وهكا تولي متموتش وتيوريك مونت نجم تعيش على الانفيني. والتارديغراد اللي بريسك امورتيل، اللي نجم يعيش في بيئة قاسية ويتحمل لي كونديسيون اكستريم، نجم يعيش في 150 دغري سخانة كيما في انفيرونمون فيه موان 200 دغري، ينجم زادا يتحمل اكثر من 14 كولون بار كيلوغرام من الغيونمون ايونيزون، الوغ كو الانسان يتفتق من بعضه جوست كان يتعرض ل 0.13 كهو. وبوكو دوتر كاركتيرستيك اللي يخليو الحيوان هذا مهم ونجم يعاوننا باش نفهمو برشا حاجات. اي هذم الحيوانات، اما احنا نجم نوليو امورتيل؟ بون الريبونس تاع السؤال هذا صعيبه شويه ومازلنا ما لقيناهاش، اما اللي نعرفوه وصلنا له اليوم انه نجم نطولوا في العمر نتاعنا بدرجه كبيره، كيما باغ اكزومبل الثيرابي جينيك اللي تخلينا نزرعوا دي جين في وسط لي سيلول نتاعنا باش تصلحهم وتخليهم يقاوموا اكثر واقوى وخير، كيما زاد السيبرنيتيك اللي نربطوا لا بارتي بيولوجيك نتاعنا مع لي ماشين، كيما لينا نو روبو اللي نجمو نانجيكتيوهم في الدم باش يعاونوا لي سيلول نتاعنا يتخلصوا من الامراض وغيره. كما قلنا بوغ لو مومون نجموش نجاوبو على اسكو جي نهار ونوليو ايمورتيل ولا لا، اما اللي نعرفوه انو نجمو في العوام الجاية نعيشو اكثر بياسر من تو. كان عجبتك الفيديو ما تنساش باش تحط جي وتبارتاجيها مع صحابك، تعمل ابوني كانك مش ابوني، ايا بيانتو.